تنظيم الدولة الإسلامية يضع الأردن ضمن حدود دولته المستقبلية، وزعيمه يهدد أن المملكة الهدف القادم لهم. وزير الداخلية الأردني يرى أن التنظيم لا يهدد بلاده ولا يخيفها، وإن أقر أن الإرهاب لم يعد قضية أمنية فقط بل سياسية واجتماعية كذلك. فهل يمكن حقا أن يمتد نفوذ التنظيم إلى الأردن بعد أن سيطر على مناطق مختلفة في سوريا والعراق؟ البعض يتحدث أن التنظيم ربما لا يستطيع أن يخترق البلد من الخارج، لكنه قد يكون أكثر حظا إذا غزاها من الداخل. الإشارة هنا إلى بعض التعاطف الذي يقال إن التنظيم يحظى به في المناطق المحبطة والمهمشة اقتصاديا، خاصة في معان، والتي يقال أيضا إنها المورد الأكبر للمقاتلين في العراق وسوريا. على الجانب الآخر، هناك من يثق في قدرة القوات المسلحة الأردنية وقوات الأمن هنا بوجه عام، لأنها من وجهة نظرهم متماسكة، متكافئة وغير طائفية، وبالتالي فالقدرة على صد زحف التنظيم من الخارج أو حتى منع نشاطهم من الداخل متوفرة. إلى أن المخاوف بالتوازي في ممارسات قد تستغل متغيرات بعينها في المجتمع الأردني، مثل ملف اللاجئين، حجم وجود التيار السلفي الجهادي، أو حتى إثارة الفتنة ما بين الأردنيين والفلسطينيين. وبالتأكيد ما زال شبح هجمات 2005 التي قام بها سلف تنظيم الدولة الإسلامية هنا حاضرا في الأذهان. هل هناك خطر بالفعل على الأردن أن يمتد إليها التنظيم؟ هل تتوفر الحاضنة الشعبية لذلك كما يقول البعض؟ هل الدولة قادرة على مواجهة التنظيم حتى إذا فكر في التمدد؟ وماذا عن موقف التيارات الإسلامية الموجودة بالفعل هنا في البلاد؟ هذه نقطة حوار خاصة مباشرة من قلب العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. أنا محمد عبد الحميد، أرحب بالحضور جميعا، كذلك أرحب بضيوفي الكرام الدكتور حازم قشوع، عضو مجلس النواب الأردني، الدكتور حازم قشوع عفوا أهلا بك، وأيضا الدكتور سفيان التل الناشط السياسي أهلا بك، كذلك الدكتور محمد أبو رمان الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أهلا بكم جميعا. كذلك مرة أخرى أرحب بمجموعة من الحضور من أطراف مختلفة، سنتعرف على رأيهم في قضية اليوم. هل سيمتد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية هنا إلى الأردن أم لا؟ لكن أبدأ ربما مع الدكتور حازم فيما يتعلق بهذه النقطة، لأن البعض يرى أن الدولة الأردنية ماطلت كثيرا حتى انتبهت لخطر التنظيم، بمعنى أنه مر عامين تقريبا بدأت إرهاصات التحذير من نفوذ التنظيم في دول أخرى، لكن كان هناك حالة من الإنكار لإمكانية أن يمتد النفوذ إلى هنا الأردن. هل تعتقد أن هذه الحالة كانت في محلها؟ يعني من الصعب بالفعل أن يأتي التنظيم إليكم؟ يعني شكرا على هذا السؤال. شعبيا قد أتفق معك أن الدولة لم تقل إطلاقا أن هنالك خطر لداعش، لكن أيضا في ذات السياق أمنيا نحن مستدركين استدراك كامل أهمية تنامي هذا التنظيم في سوريا وفي العراق، وبالتالي تعاطينا مع هذا التنظيم ضمن نقاط استدراكية هامة. أولها نقطة أمنية استدراكية تمثلت في جيشنا وقواتنا المسلحة ومؤسستنا الأمنية، تقوم برصد كبير ودقيق للحالة الموجودة في العراق وفي سوريا، وأيضا نحن لنا عيون في حتى داخل التنظيم استطيع القول. أما على الصعيد السياسي لابد أن نتحدث أيضا عن حالة لها علاقة بفتح باب حوار بيننا وبين كل الأطراف التي في العراق إنجاز التعبير من عشائر وخلافه، وهي كانت أصوات معارضة موجودة وحاضرة، واستطعنا أن ننجز لحظة استدراكية هامة من شأنها أيضا أن تحافظ العشائر العراقية على أمننا وحدودنا. أما النقطة الثالثة لها علاقة أيضا، هذا تنظيم فكري، وبالتالي نحن نتعاطى مع هذا التنظيم بوعي وإدراك كامل، أن لا نريد لهذا التنظيم أن يخترق فكرا حدودنا، وبالتالي نعم أؤكد مرة أخرى أن مؤسساتنا ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية جد متنبهة لهذا التنظيم لأن يغزو فكريا، وأقول وبكل وضوح لا حواضن لهذا التنظيم إطلاقا في الأردن. طيب أخذ الجملة الأخيرة على وجه التحديد للدكتور سفيان، هل حقا المجتمع الأردني محصن لقدوم تنظيم الدولة الإسلامية؟ المجتمع الأردني غير محصن، لأنه هنالك أكثر من 10 إلى 15 خطر يهدد الأردن، وكلها أخطار داخلية ليس من بينها داعش نهائيا.
أهم هذه الأخطار هو أن الأردن غرفة عمليات أمريكية ولحلف الناتو وللصهيونية، ومن هنا تدار كل الحركات التي تدور في الإقليم بشكل عام، هنا حروب، عمليات استخباراتية، إلى هذا هو الخطر الأهم الذي يهدد الأردن. والعملية التي يقوم بها الإعلام الغربي بشكل عام في شيطنة داعش حاليا قام بها على مدى قرن لكل حركات التحرر الوطني التي تمت بالمنطقة. أذكر على سبيل المثال تسميات فقط: أحزاب البعث العربي، حزب القوم السوري، حزب الله، الإخوان المسلمين، حزب التحرير والقاعدة، وقس على ذلك كلها هذه كانت نتيجة لهجمة غربية أمريكية أوروبية على المنطقة لسبب واحد، السيطرة على النفط واحتلال. لكن هل هذا ينفي فكر التنظيم نفسه؟ لأن احنا أنت ذكرت كلمة الإعلام يحاول أن يشيطن التنظيم، لكن ما نشاهده بالفعل كافي أن تلصق به هذه التهمة؟ يعني ممارسات التنظيم على الأرض علينا أن نقارن. عندما يأخذ الإعلام مقتل شخص واحد كفولي أو زميله ويغض النظر عن دفن عشرات الآلاف من العراقيين وهم أحياء في الرمال، أذكرك تذكير هام جدا بمقولة شفارتسكوب عندما اجتاح العراق وعقد مؤتمرا صحفيا، سأله أحد الصحفيين وما زلت أذكر كلماته بالحرف الواحد، قال له: لماذا دفنتم العراقيين أحياء في الرمال؟ أجابه وبالإنجليزية: There is no nice way to kill، يعني لا يوجد طريقة جيدة للقتل. طيب الآن الإعلام الغربي يظن يغض النظر عن ملايين العرب الذين قتلوا ودفنوا أحياء وتحت الأنقاض في العراق، في سوريا، في فلسطين، في كل أنحاء الوطن العربي، ويركز على مقتل شخص واحد. وإحنا لن نقارن للأسف ما بين السيء. طيب بس لا، الموضوع يعني ربما نقارن في مجال آخر، لكن اليوم لا نقارن ما بين السيء والأسوأ. نحن نتحدث عن خطر التنظيم على وجه التحديد، لكن أريد تعقيب من الدكتور محمد على هذه النقطة. يعني واضح أن لدينا رأيين، رأي يرى أن الدولة قامت بالفعل بالإجراءات الكافية، ورأي الدكتور يرى أن التنظيم ربما حتى هو لن يكون الخطر الأكبر. دعني أخذ وجهة نظر التنظيم نفسه، هل ينوي التنظيم أو من مصلحته أن يتمدد الآن في الأردن؟ لا، مساء الخير اولا على الجميع. انا بتقديري انه احنا لابد ان نميز عندما نتحدث عن خطر داعش على الاردن، لابد ان نميز بين مستويين رئيسيين، وهذا التمييز كان واضح في المقدمه الاخ محمد. المستوى الاول وهو المستوى الاقليمي، التنظيم وتمدده اقليميا ومدى امكانيه ان يشكل خطر على الاردن في المدى القريب. وانا شخصيا لا اشعر بالقلق الشديد من هذه الزاوية لأسباب متعددة، من ضمنها أنه الوضع الأردني الداخل الأردن بيختلف عن العراق وسوريا، لا يوجد هنالك صراع طائفي بمعنى الكلمة في الأردن كما هي الحال في العراق وسوريا، لا توجد هنالك هشاشة سياسية ومجتمعية بالمعنى الذي يوجد في المناطق أو الدول المجتمعات الأخرى، ولا توجد أزمة سنية عميقة هي التي تفسر صعود داعش في العراق وسوريا وحتى في لبنان اليوم. هذه الأزمة السنية أنا أعتقد هي المسؤول الرئيسي والمباشر عن صعود هذا التنظيم ونموه والقوة التي حاز عليها بسرعة. لكن المستوى الآخر الذي بالفعل يقلقني أنا بشكل عام خلال الفترة الأخيرة هو نمو هذه الحالة أو هذا الفكر أو من يؤمنون بتنظيم داعش في أحضان المجتمع الأردني. هذا حتى وإن لم ينتمي مباشرة للتنظيم، يعني يتبنى الفكرة أو يتعاطف، وهذا هو مصدر الخطورة. مصدر الخطورة، نحن لا نتحدث اليوم عن تنظيم داعش كتنظيم فقط موجود في العراق وسوريا، وبالتالي هذا التنظيم نقل كوادره إلى الأردن. ربما يعني نحن نتحدث عن حالة فكرية وثقافية عنوانها التطرف، عنوانها الراديكالية، وفي صيغتها الأكثر قسوة اليوم والأكثر دموية تتمثل في تنظيم داعش. فقط من سنبحث في كل هذا دكتور، لأن تفضلتم جميعا بطرح نقاط كثيرة، لكن أنا معني أيضا أن أعطي مجال للحضور لكي نعرف وجهة نظرهم. وقبل حتى بداية الحلقة كنا نتحدث في بعض النقاط وما إذا كان يتوقعون أن تأتي داعش أم لا، وهناك أراء مختلفة. أبدأ برأي هديل، لأنك تري أن داعش موجودة بالفعل. ننتظر بس الميكروفون. أنا برأيي إنه داعش موجودة، بس مش بشكل داعش اللي إحنا لم نشوفه.
بذرة داعش موجودة. أنا تحديدا رح أحكي على نقطة أنت حكيتها لاحقا اللي هو رأي التيارات الإسلامية بداعش، رح أحكي عن تيار الجهادي السلفي. أبو بكر أبو محمد المقدسي بعد ما خرج من السجن هاجم داعش، علما بأنه كان خروجه بعد فترة طويلة من تواجد التنظيم، إلا أنه هو انتظر لحين إعلان خلافة أبو بكر البغدادي، وحتى هو طلب من أبو قتادة أنه هو يفتي يطلع فتوى. ففعليا أبو قتادة موجود بالسجن، وأبو بكر المقدسي يعني كان بالسجن ولكنه امتنع عن الاعتراض. أبو قتادة قام بعمل رسالة تسمى ثياب الخليفة، وقام بانتقاد داعش على أساس فعليا مشاكل يعني اختلافات فقهية، يعني مش الاختلاف كان بجذر شر داعش، الاختلاف على كيفية تسمية الخلافة وكيفية وتعيين أبو بكر البغدادي تحديدا بدلا من أيمن الظواهري. ففعليا يعني لو يعني تخلصنا يمكن أن يوحي بخلاف يعني، لكن فعليا ما فيش بالضبط. هو بالنهاية لو والمشكلة أن للأسف الجهات الرسمية بالأردن بشكل غير رسمي رعت إظهار التيار الجهادي السلفي على أنه هيهم عم طلعوا فتوى وهيهم معارضين، ولكن هذا الحكي مش سليم، لأنه طيب بالنهاية تعطيهم صوت. صحيح. وإذا انتهت الخلافات ماذا ستفعل الدولة الأردنية؟ طيب أنا عايز أخذ تعقيب من الدكتور حسن على هذه النقطة، لأن ليس رأي هدي فقط، هناك من تحدث صراحة أن الدولة حاولت أن ترعى فكرة أن يتم ضرب التنظيمات الإسلامية ببعضها البعض بشكل أو بآخر، أو يأتي المخلص من خطر تنظيم الدولة الإسلامية من هنا من الداخل، أو التيار السلفي الجهادي كما تفضلت هديل. لكن السحر قد ينقلب على الساحر بمنتهى البساطة، الطريقة ليست مثلى. يعني تشخيصنا للحال أنه الأردن هو الذي يقود كل هذه التنظيمات هو تشخيص غير دقيق وغير منصف للأردن، لكن نحن نشتبك مع هذه التنظيمات على اعتبار أننا نريد أن نؤكد على ثابت، نريد أن نرسخ معاني الأمن والاستقرار لبلدنا على الحد الأدنى. وتدرك أخي محمد أن الأردن لا يقوم فقط بدور حماية أمنه وممتلكاته، يقوم بدور حماية الإقليم بشكل كامل، وبالتالي لا سمح الله إذا تعرض هذا الإقليم لأي خطر عبر الأردن، السعودية مهددة، كل دول المنطقة دون استثناء ستكون مهددة. نحن ندرك إدراك يقين العمل الكبير الذي بيقوم فيه الأردن على الصعيد الأمني وأيضا على الصعيد الاستخباري. نحن من حقنا كأردن أن ندافع على ممتلكاتنا وعلى منجزاتنا وعلى دورنا وعلى حضورنا. وأنا بعتقد بلبتزة منه كل الدول التي تحدثت عن لحظات استدراكية للحاق باللحظة التاريخية قد فقدتها. الأردن أراد أن يقدم رغم إمكاناته أن يقدم رسالة لها علاقة بترسيخ معاني الأمن والسلم الأهلي اللي بيمتاز وبميز شعبنا. رقم اثنين، طيب نحن الدولة الوحيدة، لا نختلف يا دكتور على هذه النقطة، لكن الطريقة التي قامت بها الأردن لذلك سمحت مجال لبعض الجماعات هي أيضا توصف بالمتشددة. نحن دولة ديمقراطية، وبالتالي نحن نتحدث عن حالة تعددية ديمقراطية. أردنا أن نستثمر بهذه الحالة الديمقراطية الحالية، فهل يعني بيضيرنا إذا استثمرنا في هذه الحالة التعددية الديمقراطية ففتحنا حوارات مع الكل حتى نستطيع أن نوصف؟ المشكلة أن في تضاد. البعض يرى أن في استخدام للقوة مفرط في مناطق بعينها ضد التيارات هذه مثل معان مثلا، وفي نفس الوقت يتم الإفراج إطلاقاً عن قيادات. لا أرجوك يعني أفق، لم الدولة الأردنية لم تسجل إطلاقا منذ أن اندلعت الربيع العربي إلى يومنا هذا. أقول لم تسجل إطلاقا أنه واحد انضرب أو واحد انجرح إطلاقا. هذا الكلام غير دقيق. بل أنا انجرح. لا يا أفق لا مش دقيق. نحن كنا نتبع بالدولة الأردنية سياسة الأمن الناعم. لا البعض تحدث بطريقة أخرى. طيب. يعني عاب علينا ليش ما نستخدم بطريقة الردع. طيب. أرادت الدولة الأردنية أن تتحدث عن سياسة أمن ناعم. أرادت الدولة الأردنية أن تقدم نموذج احتوائي وليس إقصائي. وبالتالي تعاملنا مع الجميع. طيب. على قدم وساق. سفيان، لأنه واضح أن أنت مختلف تماما. 100% اتفضل يا سيدي. أولا آخر ما يمكن القول أن الأردن بلد ديمقراطي. الأردن منذ أن تأسس وهو يزور البرلمانات، وهذه البرلمانات المزورة تزور قوانين وتنتجها لمزيد من
الحكم الفردي، وكان آخرها قبل يومين عندما تم تعديل الدستور وقام البرلمان المزور بالموافقة على تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الملك. أنا بس حابب أن أردك لنفس الموضوع، النقطة التي ذكرتها هديل، فكرة طريقة التعامل مع الطائرات الإسلامية في الأردن، وما إذا كان يمكن ضرب الدولة الإسلامية بها. الأجهزة الأمنية قامت بمسرحية مخابراتية وعملت بعض المسيرات لداعش لتهيئ المجتمع الأردني للوقوف ضدها، ولأنه مطلوب من الأردن أن يتحرك بجيشه ومخابراته وقواته إلى خارج الأردن، إما لحماية آل سعود في المملكة العربية السعودية، أو ليقاتل في العراق ضد داعش وغيرهم، أو ربما ليذهب إلى أوكرانيا، لأنه كما قال كيسينجر قبل أيام وقبل سنتين، طبول الحرب العالمية تدق ومن لا يسمعها فهو أصم. والآن المؤتمر الذي سيعقد في بريطانيا، مؤتمر حلف الناتو، والذي قيل أنه أعظم مؤتمر عقد حتى الآن، سيخطط لهذه الحرب. وكيسينجر وضع خطوط لها وقال أنها ستضرب روسيا وربما بعدها ستضرب. يعني في استهداف للطائرات الإسلامية. نحن سنكون أداة. طيب في استهداف تعتقد للطائرات الإسلامية في الأردن بشكل غير مبرر؟ استهداف للأردن كله. يعني الأردن سيقاد. سيبك من الاستهداف الخارجي، أنا أتكلم على الدولة ودور الدولة. الدولة نفسها. الدولة الملك سيذهب غدا إلى بريطانيا ويحضر مؤتمر حلف الأطلسي. ما علاقتنا نحن بحلف الأطلسي؟ طيب جيشنا لنا وليس لحلف الأطلسي. دكتور محمد، دائما ألجأ لك للفصل ما بين الرأيين. رأيك تفضل. مهمة صعبة كثير هاي الفصل. يعني إذا بدنا نتحدث عن طريقة تعامل الدولة، وأنا خليني أعلق على كلام هديل بشكل خاص. أنا بجوز بختلف مع هديل قليلا. أنا بعتقد الدولة بالفعل حاولت تستثمر في الخلافات ما بين التيار السلفي الجهادي وما بين تيار داعش، وهذه الخلافات ليست خلافات وهمية، هاي خلافات حقيقية وموجودة وجوهرية. أنا أتفق معك بأنه الطرفان يبنيان أو يعني يتأسسان على الأرضية السلفية الجهادية نفسها، نفس الأيديولوجيا الفكرية. هم يؤمنون بالحاكمية، يؤمنون بالعمل المسلح من حيث النظرية المبدأ الأصل، يؤمنون بتكفير الأنظمة، هذه هي الأرضية الأيديولوجية للتيار السلفي الجهادي. لكن اليوم هنالك خلافات داخل التيار السلفي الجهادي، ليس فقط في الأردن بل حتى في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، خلافات جوهرية وحقيقية ما بين الاتجاه الذي تمثل داعش اليوم أو تنظيم الخلافة الإسلامية الدولة الإسلامية، وما بين تنظيم القاعدة نفسه الذي تمثل جبهة النصرة في سوريا امتداد له. وفي الأردن بالمناسبة، حتى من باب التوضيح هنا، الخلافات بدأت في الأردن قبل أن تبدأ وتعلن في ما بين جبهة النصرة وداعش. أبو محمد المقدسي كان أول، اللي هو شيخ الروحي لأبو مصعب الزرقاوي، هو كان أول من أعلن عن انتقاداته للزرقاوي وللخط الذي يمثل الزرقاوي الذي ورثته لاحقا داعش. فهذه الخلافات موجودة جوهرية. في البداية كانت خلافات تكتيكية، لكن أعتقد اليوم أصبح هنالك أرضية بالخلافات في كثير من القضايا، ليس يعني حديثنا اليوم تفصيلة. الدولة استثمرت أنا في تقديري في هذه الخلافات، لكني لا أعتقد أن الدولة تبني استراتيجيتها على الصراع ما بين هذين التيارين. طب وفكرة الاستثمار في الدولة في محاربة هذا الأمر، ربما أيضا من بين المشاركين عمرو أعتقد يرى أن الدولة قامت بواجبها وأن التنظيم من الصعب أن يصل هنا، رأي مخالف لهديل أريد أن أستمع عليه. تفضل. يعطيكم العافية. يعافيك. أنا سأبدأ من السبب الأهم في وجهة نظري، أن داعش غير قادر على الدخول الأردن، وهو إمكانية وجود حواضن لداعش داخل الأردن، حيث أن الأردن على مدار السنتين الماضيات وبصفتي ناشط في المجتمع المحلي قامت عن طريق مؤسسة المجتمع المدني بفتح الحوار وفتح المناقشات للشباب من جميع الفئات. إذا هو عشان بس ما سمعتكش، هو غير قادر. مظبوط. غير قادر. نعم. غير قادر لأنه على المستوى الشعبي صار هناك تم فتح المجال للشباب، حيث أن داعش هو تنظيم فكري. أتوقع أنه بنكون يعني نوعا ما إذا حكينا أنه يتم مواجهة هكذا تنظيم عن طريق السلاح فنحن مخطئون. هكذا تنظيم يتم مواجهته عن طريق الفكر، وأتوقع أن الأردن بذل مجهود كبير في تأسيس الشباب من خلال فتح نقاط الحوار وفتح العديد من المناظرات التي تمت على المستوى المحلي. هل كان هناك حديث مع جميع أطياف المجتمع؟ لأن من يرى وجهة نظر مخالفة لك يعتقد أن طبقات المجتمع الآن أصبحت بأطياف مختلفة، أصبح البناء هش إلى حد ما، وبالتالي فكرة دخول فكر
مثل فكرة تنظيم الدولة الإسلامية هي فكرة سهلة بالنسبة للأردن؟ أتوقع أنه تم تدريب الشباب على أنه يتقبل الآخر ويتقبل الاختلاف في الرأي، وبالتالي صار نوعا ما تدريب على القبول الآخر، وبالتالي عدم الوصول إلى خلينا نحكي التحرك باتجاه إذا كان أنه أنت مخالف لأي، فأنا بتوجه للتنظيم، وبالتالي التحرك على الأرض بشكل واقعي. إذا التحرك الاجتماعي جيد. نور، أعتقد أن لديك وجهة نظر مخالفة، لكن اقتصاديا على وجه التحديد أن العامل الاقتصادي ربما كان سبب لقدوم تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية، أنه غير اسمه. تفضل. مساء الخير. أنا أعتقد أنه الخطر من داعش ليس داخليا، ليس خارجيا عفوا، وإنما داخليا، وله علاقة في المسألة الفكرية. لا بالعكس، إحنا في الأردن أصبحنا لا نتقبل الآخر. في العديد من المواقف نجد بأننا أصحاب فكر موحد فقط لا غير، لا نتقبل الآخرين، وخصوصا عند فئة كبيرة من المجتمع. للأسف هذا موجود أصبح بيننا، وهذا لم يكن في السابق. ممكن أنه من تداعيات ذلك سياسات الدولة الأردنية المتتابعة، سواء على مستوى التهميش الاقتصادي اللي تم لعدة محافظات، واللي أدت بالنتيجة إلى استبعاد هؤلاء الأشخاص عن المشاركة الفعلية، وبالتالي أصبح هناك به بؤر متشددة، بؤر مغلقة على ذاتها، أدت إلى تنامي الفكر. هل كان في استهداف، تعتقدي كان في استهداف لفئة بعينها أو لمنطقة بعينها بالتهميش هذا الذي أشرت إليه؟ لا، أنا هلا يعني إحنا كلنا عارفين في الأردن إنه في سياسات اقتصادية مختلفة وسياسات تنمية مختلفة أيضا. في بعض المحافظات التي تم تهميشها في عدة أمور، منها مناطق الجنوب لفترة طويلة، وأدى بذلك إلى تنامي هاي البؤر. هلا اللي بدي أحكي فيه، إحنا بنحكي على داعش وإنها هي حالة فكرية. أنا بشوف إنه داعش بيننا اليوم. داعش هي مش فقط راح تجينا من الخارج، إحنا عمالنا منصدر للأسف زي ما حكيت في المقدمة. احنا بنصدر بعض الاشخاص اللي هو ممكن يكونوا كوادر لهذه لهي الشيء. قيادات بنصدر، قيادات وكوادر. انا سؤالي موجه لحضره النائب الاستاذ حازم. حضرتك قلت انه احنا في الاردن متنبهين لهذا الخطر وعندنا سياسات ولنا عيون وغيره، فما هي السياسات المتبعه لتوقيف مثل هاي الحاله، وخصوصا انها هي داخليه؟ هل هي فقط سياسات الامنيه؟ أنا هذا اللي حابين أستفسره. نسمع إجابة وبعدين نتحدث حتى على عامل الاقتصاد اللي أشارت إليه نور. بس السياسة، فكرة السياسة هل هي سياسات متشابكة أم فقط حل أمني؟ أولا عندما نتحدث عن هذه السياسات لابد أن نتحدث عن ثلاث محاور رئيسة. المحور الأول اللي نتحدث عنه عن محور أمني، وبالتالي كما أسلفت عندما نتحدث عن المحور الأمني نتحدث عن هنالك ثقة كبيرة من كل المواطنين الأردنيين دون استثناء بقدرة جيشنا العربي وبقدرة مؤسساتنا الأمنية على ردع أي من تسول له نفسه باجتياز جسدي لحدودنا. الرقم الثاني اللي نتحدث عنه سياسيا، نعم كنا متنبهين عندما تحدثنا حتى عن التعديلات الدستورية الأخيرة التي تتحدث عنها جلالة الملك عندما ضبط إيقاع الحالة الأمنية وسيس وزارة الدفاع وفتح مجال كبير واسع أمام حكومات برلمانية. تحدثنا عن هذا الكلام منذ أن شكلنا المجلس النيابي 17، عندما شكلنا هيئة مستقلة بالانتخابات رقابي دولية ومحلية كانت تشاهد على الانتخابات، واستطاع مجلس النواب اللي بزعم الأخ إنه مزور أن ينتصر على القوى التي قاطعت العملية الانتخابية. نعم نحن نتحدث عن حالة تعددية فكرية، نتحدث عن جوانب لها علاقة في رسالة بناء وطني. طيب بس تمتاز يمتاز الأردن فيها دون غيره من الدول. خلينا نركز على التنظيم. أما موضوع التنظيم، لا هذا هو له علاقة في تمتين الوحدة الوطنية. أكيد، بس كده الموضوع طيب خلينا على موضوع يوم عن موضوع التنظيم. لا بد أن نتحدث عن نقطة. النقطة طبع. الأولى اللي إحنا لا بد أن نتحدث عنها وحدتنا الوطنية. إرادة وحدتنا الوطنية كبيرة. أي بمعنى عندما نتحدث عن وحدة دم أسرة أردنية واحدة، أنا بجزم إنه عندما نتحدث عن أي سهام توجه لصالح الدولة الأردنية ولصالح وحدة الدولة الأردنية سيكون الجسم الأردني جسم واحد موحد ليصد هذه السهام. بس هو المواطن مش حاسس بالحضرك بتقول يا سيدي، ما هو يعني بعض المواطنين حاسين. جاوبك على سؤال السيدة نور. تفضل. احنا دفعنا فاتورة، شكرا على السؤال للسيدة نور. طب احنا دفعنا فاتورة قيمتها 3 مليارات
نتيجة استضافتنا للاجئين السوريين، ودفعنا 2 مليار نتيجة انقطاع الغاز المصري. احنا الأردن خلال فترة اقل من 4 سنوات. نعم الأردن دفع فاتورة، وبالتالي شعبه تكبد خسائر فادحة وموجعة. مطلوب من المجتمع الدولي ان يقدم ما عليه من التزامات تجاه دعم هذا الاقتصاد الوطني الأردني، حتى يستطيع هذا الاقتصاد الوطني الأردني ان يؤكد على مفهوم أهمية دعمه وإسناده في الاتجاه الأمني وفي الاتجاه الإنساني. أنا معلش مضطر أن أنا أقاطعك، لأنه نقطة الاقتصاد عشان ما تقولش عننا عندنا نقمش في الرأي. لا نقطة التهميش الاقتصادي مش بعيدة عن نقطة الموارد وقلتها. يعني فكرة قلة الموارد نحن متفقين في علاجات. طيب بس فكرة قلة الموارد نحن ربما نكون متفقين على كيف توزع الدولة الموارد وعلى من. يا سيدي عندما تحدثنا انه عمان تحظى بحظوة كبيرة باتجاه يعني فرص العمل، وبالتالي تحدثنا الان عن تطبيق اللامركزية نهجا وفرصا حتى نوسع حجم المشاركة الشعبية تجاه صناعة القرار ونمد رقعة الانتاج الوطني لتشمل كل ارجاء المحافظة. انا بقول نعم بتفق مع الكل انه هنالك نقاط بحاجة لعناية، ليس فقط في الجنوب، ايضا عجلون، الطفيلة، معان، عجلون، ونعم نحن نؤكد مرة اخرى بدنا فرص عمل جديدة، بدنا استثمارات جديدة، لكن احكي لي بالله كيف الطريقة اجيب انا استثمارات جديدة لبلد وحواليها كلها نيران؟ طيب. يعني كيف الطريقة اجيب انا اقنع واحد مستثمر يقدم لي فرص عمل وحوالي نيران؟ انا بقول انه الاردن يدفع فاتورة كبيرة اذا ليس الاردن فقط، دول المنطقة للاسف كلها على صفيح ساكن. دكتور سفيان، فكرة البعد الاقتصادي للمساعدة في إدخال فكر التنظيم، يعني من يشعر بالتهميش والإحباط اقتصاديا على الأقل، هل يمكن بسهولة أن يتبنى فكر مثل فكر تنظيم الدولة الإسلامية؟ نقطتين سأجاوب، البعد الاقتصادي والبعد الأمني. البعد الأمني باختصار هو وحده تحدث وأشار إلى أن هذا البلد بلد عسكري مخابراتي أمني قمعي. من كلماته ولم يقل ذلك يا دكتور، وسبق أنه قال لم يضرب أحد، وأنا أريد أن أؤكد أن أصبعي هذا كسر في أحد الاعتصامات وما زال مكسورا. اسمح لي شوي. النقطة الثانية الاقتصادي، الأردن بلاك هول باللغة الإنجليزية، ثقب أسود يبتلع كل شيء، ابتلع الفوسفات وابتلع البوتاس وابتلع الإسمنت والماء والكهرباء وشواطئ العقبة وميناء العقبة والإسمنت، لم يبقى شيئا في الأردن لم يباع تحت كلمة الخصخصة، واختفى كل ذلك، دخل في الثقب الأسود ولم يخرج. أي مساعدات خارجية تأتي نريد أن تعرف أين تصرف. أريد أن أسمع عن مشروعا تنمويا واحدا في الأردن يرفع مستوى الحياة الاجتماعية، يشغل العاطلين عن العمل، آلاف مؤلفة من حاملي البسطات بينزلوا في الشوارع بدهم يأكلوا ويشربوا، تلحقهم أجهزة الدرك والأمن بتكسر رؤوسهم، ممنوع يوقفوا في الشارع لأن المواكب لما بتمر لازم تظهر. هل يمكن أن يكونوا بذرة لانتشار فكرة التنظيم؟ 100%. الجو شوف لحكينا كلمة أخيرة. طيب. العرب قالوا منذ بداية التاريخ العدل أساس الملك، فإذا لم يكن هنالك عدلا في أي ملك يعني أن الملك بلا أساس. طيب. يعني أنه سيسقط. دكتور محمد، الاقتصاد هل هو عامل يمكن أن يساعد على نشر هذا الفكر قبل أن أتحول لبقية آراء الجمهور؟ صحيح، بس أنا خليني هذا الموضوع تحديدا أنا بعتقد بحاجة أنه إحنا نتحدث فيه حتى لا أطيل، بدي أحكي رؤوس أقلام يعني تعقيدا على عمرو، يعني واضح أنه عمرو متفائل كثير زي الدكتور حازم قشوع، أنا حاب نكون متفائلين يعني بس بواقعية يعني يا ريت بواقعية. لا بس يعني أنا ما بحب نروح يا إما أبيض يا إما أسود، الحمد لله أني لابس شاركول اليوم عشان الواحد شيك كمان. لا أولا في الأردن هنالك لا يوجد حاضنة اجتماعية بمعنى كلمة الحاضنة الاجتماعية، هنالك دقيقة مش هتنبسط كثير على الجواب الثاني، هنالك بيئة منتجة لهذه الجماعات، والفرق بين الحاضنة والبيئة المنتجة أن الحاضنة هي التي توفر شبكات حماية اجتماعية، يعني بمعنى ليس فقط بيئة تنتج مثل هذه الجماعات بل توفر لها شبكة حماية اجتماعية. في الأردن لا يوجد هذه الحاضنة كما هي الحال في العراق وسوريا واليمن وليبيا وإلى آخره، وإن كانت بعض المناطق قد تصبح حاضنة إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، لكن في الأردن في بيئة منتجة لهذه الجماعات، والمفارقة أيضا التي نتحدث عنها
إنه البيئة المنتجة لهذه الجماعات أي جماعات أو تيار المتطرف التيار العنيف هي البيئة التي تنتج المخدرات، هي البيئة التي تنتج العنف الاجتماعي، هي البيئة التي تنتج المفروض بعيدة عن الفكر بمعنى 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 القضية المهمة إنه هذا التيار لم يأتي من فراغ، لم ينبع من فراغ، هو نتيجة وجود أرضية تربة خصبة له. وأحد الأخطاء اللي أنا بعتقد ربما نقع فيها عندما نسطح هذه الظاهرة وعندما نختزلها، يعني الإخوان تحدثوا عن نمو هذه الظاهرة في معان كنموذج، بالمناسبة معان ربما يعني هي حالة إعلامية، لكن نمو هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل أكبر هو في المخيمات الفلسطينية أكثر بكثير من معان، في مخيمات في الشمال، في الزرقاء، في الرصيفة، هي الخزان الحقيقي لهذا التيار. طيب. لذلك لا يجوز، لكن هذا لا ينفي البعد الاقتصادي وأهمية البعد الاقتصادي اللي أشارت إليه السيد نور. طيب. هذا البعد مهم لأنه البيئة التي تنتشر فيها البطالة والفقر والحرمان الاجتماعي، التهميش ليس فقط الاقتصادي بل السياسي، الشعور بالتهميش السياسي، كل هذه العوامل عندما تجتمع هذه العوامل هي التي تؤدي إلى عكس ما قاله عمرو مع احترامي له. طيب. إلى حالة من الفراغ الروحي والفكري. طيب هو التفاؤل من قبل عمرو، ما أعتقدش أنه هو عمرو بس، لكن هناك بعض الأراء الأخرى أيضا متفائلة أن التنظيم لن يصل إلى الأردن لكن بأسباب مختلفة. أعتقد وائل أيضا كان من ضمن المتفائلين أن التنظيم لن يصل إلى الأردن لكن لديه أسباب. فضل. يعني وضح الأمر، يعني أنا أقصد أنه لا يمكن الوصول حاليا في هذه الفترة من ناحية يعني أن يكون له أفراد تنظيم على الأرض وأفراد ينتمون إلى هذا التنظيم. نعم، لن يعني هذه في هذه المرحلة الزمنية لن يصل هذا التنظيم هناك. طيب يعني بمعنى إيه ليس في هذه المرحلة الزمنية؟ معنى ذلك أنه يعني في مرحلة لاحقة ما الذي سيتغير؟ التنظيم تنظيم داعش أو ما يسمى داعش يعني بحاجة إلى أن يثبت أقدامه في سوريا وفي العراق ثم يتمدد. هو ليس تنظيما، لن يكون دخوله في الأردن سريا، يعني ليس لن يكون عبارة عن جيوب سرية، هو سيدخل الأردن كما دخل المناطق كالموصل وغيرها من المناطق، سيدخل بشكل واضح علني عسكري عن طريق الحدود، لكنه الآن لن يتمكن من ذلك لأنه لا يوجد له يعني تمكن وسيطرة على الأرض في العراق وسوريا بشكل. لماذا برأيك لن يتمكن من ذلك يا وائل؟ قلت لك هو لا يوجد له، يعني الآن لم يتمكن في العراق وسوريا حتى يستطيع أن يتمدد إلى الأردن، يعني لم يمكن أقدامه في العراق وسوريا حتى يستطيع أن يتمكن إلى الأردن. أما في الأردن فأنا أؤيد كلام الدكتور محمد أبو رمان أن هناك له بيئة، نعم هناك بيئة، هناك تأييد بين عدد كبير من الشباب، بين فئات متنوعة في المجتمع، دكاترة ومهندسين ويعني فئات كثيرة في المجتمع نساء ورجال. يعني تستغرب في خلال حديثك مع الناس أن كثير من الناس لا يصدقون ما يقال في الإعلام أن تنظيم الدولة يقتل الأبرياء وغير ذلك من هذا الكلام. كثير من الناس يؤيدون داعش لأنها تقاتل الأمريكان، لأنها يعني ما تردد في وسائل الإعلام أنها قتلت الصحفي الذي قتلته بالأمس، صحفي إسرائيلي يحمل الجنسية الإسرائيلية، هذا يرفع أسهمها في الأردن لأن البيئة. طيب. فكرة تأييد بعض فئات المجتمع ربما صعود بها دكتور لك، لكن أعتقد أن محمد أيضا يتفق في ذات النقطة مع وائل، فكرة تأثير الدول الخارجية، يعني ارتباط الوضع في الأردن بالوضع في دول أخرى مثل العراق وسوريا مثلا. بوافق وائل اللي حكى بالنسبة ل نقطة أنه تثبيت نفسه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وأتوقع في العراق خصوصا أهم بالنسبة له حاليا. سوريا ساحة شبه مفتوحة أكثر من العراق، يعني المعركة فيها أقل وضوحا ومباشرة حاليا، بس الفكرة أنه تنظيم الدولة الإسلامية مختلف تماما عن كل تنظيمات القاعدة اللي قبل هيك، يعني هو يسعى إلى احتلال مناطق والبقاء فيها، لا يسعى إلى مثلا ما في عمليات نوعية. إحنا بنشوف مثلا الاستعدادات الأمنية الأردنية أو مثلا بنشوف معارض السلاح مثلا معرض سوفكس اللي صار قبل شوي، كان يعني كان ناس استهجنوا، بس هو فعليا المنطق اللي صار إنه مثلا عملية تخليص رهائن من إرهابيين يلبسون ملابس سلفية وصار في عملية ضج، بس الفكرة لا أتوقع إنه تنظيم الدولة الإسلامية يسعى إلى مثل هذه العمليات. خلينا نحكي شبع عن الطوق، 20 أو 30 عاما من العمليات المشابهة وصلت لتطور
مثلا استراتيجي، يعني بطل هو هدفه يعمل عمليات هدفها اهداف سياسيه سريعه او ظهور ثم الاختفاء او الذهاب الى اماكن، ويسعى الى التمدد والبقاء واقامه الدوله واقامه الشريعه في المناطق التي يعني يحتلها. طيب ذات النقطة دكتور، فكرة الارتباط بدول أخرى، هل بالفعل التنظيم بحاجة لكي يستقر أولا في دول هي ربما أكثر ارتباكا أو بالتأكيد أكثر ارتباكا من الوضع الأردني مثل العراق مثلا أو حتى سوريا، ثم إذا فكر أن يأتي إلى هنا يأتي، يعني نتمنى أن لا يأتي طبعا. طبعا الجواب على هذا من شقين. الشق الأول أنه بتفق مع الأخ وائل بأنه ليست الأردن من أولويات التنظيم على المدى الإقليمي. التنظيم اليوم عينه في العراق على بغداد مثلا، الصراع السني الشيعي هي البيئة الحاضنة الحقيقية الرئيسية لنمو وصعود هذا التنظيم. خطاب داعش هو خطاب هوياتي بامتياز، بمعنى أنه هو يتحرك بناء على تأجيج الصراع السني الشيعي وبالتالي الدفاع عن الهوية السنية نتيجة وجود فراغ استراتيجي في المجتمعات السنية في العراق وسوريا ولبنان. داعش استثمر هذا الفراغ بشكل طيب جيد. بس هو لماذا يلعب فقط على فكرة السنة والشيعة؟ يعني ممكن هنا في الأردن يستغل عامل آخر، وهي ربما نقطة تتسق مع ما قال وائل، فكرة الطبقات الاجتماعية. يعني ممكن أن يستغل فكرة الأردنيين والفلسطينيين. هذا هذه النقطة الثانية محمد. إذا أحكي إنه أنا لا أخشى من إنه قصة التنظيم كما ذكرنا سابقاً يثبت أقدامه ويجي أو ما يجي. أنا ما أخشى أنه نتحدث عن حالة ثقافية فكرية اليوم تجتاح المنطقة العربية، هي حالة من التطرف والراديكالية نتيجة الأوضاع الموجودة راهنة. هذه خطورة داعش. خطورة داعش مش أنه والله تنظيم وموجود وممكن يجي، هذه صورة كاريكاتورية أنه والله حطوا الجنود على الحدود مشان ما يدخل ولا يدخل ولا طمنوا الناس. داعش خطورته أنه هي حالة في الدماغ في الثقافة في الفكر، حالة راديكالية. ولذلك الآن ما يحدث تحديدا في القلقنا احنا تحديدا في ما يتم الحديث عنه عن حرب دولية على داعش، قلقنا مش انه داعش ستصمد عسكريا ولا ما تصمد. داعش لن تصمد عسكريا امام قوات امريكية وغربية وطائرات، لا يمكن المقارنة بميزان القوى. لكن قلقنا انه سينعكس هذا الهجوم على شعور اكبر لدى السنة في العراق وفي سوريا وفي المنطقة كلها بأن الأمريكان ينحازون إلى طرف ضد طرف آخر، وبالتالي هذا يعزز من الاتجاه الراديكالي. طيب. إذن القضية لا يمكن ضبطها بقضية يعني بمعادلات قوة مادية محسوسة. القضية أقرب إلى حالة مزاج اجتماعي عام. طيب. هذا المزاج يتدهور يوما بعد يوم. طيب هل تتحرك الدولة في هذا الاتجاه، فكرة المزاج الاجتماعي؟ لأن المسؤولين في الدولة منهم وزير الداخلية مثلا تحدث صراحة أن مشكلة الإرهاب الآن لم تعد مشكلة سياسية، هي مشكلة اجتماعية كذلك أيضا بشكل أو بآخر. هل الدولة مستعدة لمحاولة علاج أو حل هذه النقطة، فكرة المزاج الاجتماعي التي أشار عليها الدكتور؟ بتعرف أنه الدولة دائما مستعدة ودائما هي يعني مستدركة كل الأمور، لأنه هذا الموضوع بمس أمننا الوطني. لكن المزاج العام مش الدولة الأردنية بتصنعه، مزاج العام تصنعه مثلا الاعتداء على غزة مثلا، هذا بيصنع مزاج عام شعبي عندنا. أي بمعنى القضية الفلسطينية بتحرك مشاعر الأردنيين كما بتحركها كل المشاعر. عندما نرى أن هنالك انحياز واضح لصالح آلة الحرب الإسرائيلية ضد مواطن فلسطيني يعزل في غزة، طبعا مشاعرنا بدها تثور مشاعرنا. أنا بقول أنه المزاج العام اللي بيحركه للإنسان الأردني هو ليس بعيدا عن المزاج العام لأي مواطن عربي. نعم أنا بقول أنه ضبط الإيقاع تجاه عدم الانجرار من بيئة إلى حاضنة لقوة التطرف والإرهاب بيكون من خلال طبعا اسناد القضيه الفلسطينيه وايجاد حل منصف لصالح القضيه الفلسطينيه اللي بتحرك المزاج الاردني كامل. وبالتالي هذه ماذا عن ممارسات الدوله تجاه الفلسطينيين هنا وليس الفلسطينيين يعني غزه؟ يعني عندما هنا معنا ما عندناش فلسطيني، احنا هنا عندنا اردني اصول فلسطيني. صحيح فعلا طبعا انا اردني من اصل فلسطيني، انا وزير ونائب يعني عفك. طيب تمام، ما هو المواطنين ذوي الاصول الفلسطينيه اللي بيشتكوا احيانا كثيره من ظروف ليست وفرص ليست متساويه. يا اخي محمد أنا بتحدث عن أردنيين بأصول فلسطينية. طيب. مشاكل هسا إحنا كلنا أردنيين دون استثناء. بنتحدث إنه كيف لنا أن نبني جسما مدنيا حالة ديمقراطية صحية، هذه صحيح أنا بتفق معك إنه، لكن إحنا ما عندناش مكونين في الأردن، إحنا عندنا مكون واحد. لانه على 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 مر العقود بات انه بالنسبه لنا وحده الدم غالبه، كنا متناسبين مع بعض، كنا العلاقات يعني العلاقه في صهر في العلاقات الاجتماعيه بين المركب الاردني الواحد. وبالتالي هنا لا نتحدث عن اردن له مركبين، الاردن الان يتحدث عن مركب واحد، وبالتالي يتحدث عن وحده مجتمع واحد نتحدث فيه. طيب يا دكتور، انا وانا بتحدث ربما على الورق المركب واحد، لكن انت لا تستطيع ان تنفي ان الاردنيين من اصول فلسطينيه يعانون أو
كثيرا ما يشتكون أن لا يحظون بفرص متساوية، هذا الجميع يقول بها وأغلب الآراء. شوف، الفرص المتساوية مش بتكون فقط على العامل الديموغرافي حتى نكون مصنفين، ربما على العامل الجغرافي أيضا. تمام. يعني عندما نتحدث أنه الإنصاف لا يكون فقط على العامل الديموغرافي ونتحدث عن ديموغرافيا، لا، نحن نتحدث أيضا عن إنصاف بطول العامل الجغرافي. أنا ما قصدته في هذه المرحلة حتى ما نميز الشعب الأردني عن بعضه، وهذه خطورة بمكان. لا يوجد لدينا في الأردن إلا أردنيين، لا يوجد لدينا في الأردن إلا أردنيين. عندما نتحدث عن أمننا واستقرارنا وعرضنا دارنا وناس، لا ما في عندنا الا اردن واحد متماسك. وانا بعتقد بلبزم حتى التباينات بيننا تباينات هامشيه لن تؤثر اطلاقا على وحده مسارنا واستقرارنا واهدافنا ومبادئنا ومرتكزاتنا اللي بنتحدث عنها. طيب. هذه استراتيجيه حال ولن نسمح لاحد بالتجاوز. دكتور سفيان، في تعقيب؟ في تعقيب يا سيدي. انا اولا اريد ان اذكر بحقيقه مهمه جدا، وهو ان جزء كبير من داعش هو الجيش العراقي الذي حله بريمر بعد أن دمرت العراق، وكان من حق هذا الجيش أن يعيد ترتيب صفوفه ويبحث عن حلفاء، ولعله وصل إلى تحالف مع حركات إسلامية. وأذكر في هذا المجال بمقولة تشرشل المشهورة عندما كان يقاتل هتلر، قال سأتحالف مع الشيطان ضد هتلر. الآن من حق جيش عراقي دمر أن يتحالف مع أي جهة كانت ويعيد ترتيب صفوفه. ولماذا نغض النظر عن كل هذا الموضوع وننسى الحرب الأولى التي دمرت العراق ولا نعطي الشعب العراقي؟ بس أتحدث عن الأردن، هل من حق مكون ما في الأردن أن يتعاون مع جهة خارجية أيضا لكي يحسن أوضاعه مثلا؟ الأردن يحتاج إلى تغيير جذري في النهج السياسي والتفكير السياسي حتى يستطيع أن يقف على رجليه. الآن لا يوجد في الأردن مجال واحد لمفكر أو عاقل أن يأخذ مكانه نهائيا. القمع مستمر ليلا ونهارا، لا يسمح بتجمعات، لا يسمح بأحزاب إلا بالأحزاب التي تشكلها الأجهزة الأمنية، وهنا نموذج لدينا واضح. طيب يعني دعنا بس نلتزم بحوارنا، يعني دون الموضوع مش مشخصا، ليس شخصي بس لم يعد الموضوع مش مشخصا. القضية المهمة، لم يعد في الأردن شيئا خفيا. تمام. كل شيء أصبح واضح ومعروض على الطاولة. طيب. أمام الناس كلها. أنا لا يوجد محاولة واحدة للإصلاح منذ 20 أو 30 سنة، والشعب الأردني يحاول أن يعقد مؤتمرا وطنيا لمعالجة الأخطار التي تهدد. طيب. البلد. أنا فقط أريد أن أذكركم وأذكر ضيوفي أن الموضوع الرئيسي هو عن قدوم تنظيم الدولة الإسلامية إلى هنا أم لا، إذا كانوا يعتقدون بقدومها أم لا، ليس مجمل الأوضاع الداخلية في الأردن. نحن نركز على نقطة واحدة فقط، وأعتقد خالد لديه أيضا رغبة في المشاركة تحدث إليها حتى قبل الحلقة. هل تعتقد أن التنظيم بالفعل صار على أبواب الأردن كما يقول البعض، نعم أم لا، ولماذا في الحالتين؟ مساء الخير. مساء النور. أنا بدي أحكي مقولة الله يرحم وصف التل، الأردن حظه الجغرافي أنه ولد في النار لكن لن ولم يحرق. فبإذن الله إحنا خلينا نيجي نقول لو إذا وجد داعش، أنا بالنسبة إلي طبعا لا مع المفكرين بطلع شيء، لكن أنا بحكي داعش مين؟ مين داعش؟ مين صنع داعش؟ وين تواجد داعش؟ النسيج الوطني الأردني بكامل فئاته وطبقاته كله متكاتف لحماية الأردن، لكن اللي بيهدد الأردن الوضع الاقتصادي فقط. يعني حتى جلالة الملك في الفترة الأخيرة قال إحنا ما بيهددنا الإرهاب أو أي مجموعات تدخل على البلد، إحنا اللي بيهددنا الفقر، لأن الفقر بولد جوع، بولد جريمة، بولد مرض. هذا هو التهديد الحقيقي للأردن. فإحنا داعش، أنا بتمنى إنه أنا بسمع عن داعش بالإعلام، ما عندي خلفية عنها، مين داعش، تواجدها، كيف تنتشر، كيف بتروح. لكن زي ما حكى الدكتور أبو رمان، الموضوع صار يسيطر علينا فكريا. أنا صرت أبحث كيف هذا تواجد، من وين نشأ، لمين، لصالح مين. أنا المعلومة الأخيرة عندي إنه صناعة صهيو أمريكية. فأنا بطلت أعرف الحقيقة وين. يا ريت. طيب. الأخوان عندنا يوجهونا إياها. أكيد سنعود الدكتور، لكن في حد حابب يشارك أيضا برأيه؟ إذا ما في أعطيني. طيب. لا، سأعطيهم مجال لكي يفكروا، لكن أذهب لهذه النقطة هنا مع الدكتور. فكرة تأثير القوى الخارجية في صناعة التنظيم وفي تحريك التنظيم، سمعنا الكثير من نظريات المؤامرة عن هذا الموضوع، سواء أنه صناعة إسرائيلية أو حتى من الولايات المتحدة أو من بعض دول الجوار التي تريد أن تحرك المنطقة لصالحها.
هل تجاهل أن التنظيم ربما له جذور داخل المجتمع في حالة الأردن أو في حالات أخرى يتضاد مع فكرة التأثير الخارجي لصناعة التنظيم ولتحريكه أيضا؟ أنا بميز بين عندما نتحدث عن مشهد الأردن وعندما نتحدث عن الحالة العراقية السورية والحالة الإقليمية. في الحالة الإقليمية لا، بتقدير جذور التنظيم موجودة في كل البلدان نتيجة الأزمة التي تعيشها هذه البلاد، لكن هذا لا ينفي أن هنالك قوى إقليمية حاولت أن تتلاعب بالتنظيم وتوظفه لخدمة مصالحها في المنطقة، لكن في النهاية من المهم أن ندرك تماما أن هنالك فرق ما بين نظرية المؤامرة ونظرية التوظيف. بمعنى هذا التنظيم ليس صناعة لا إيرانية ولا أمريكية ولا صهيونية، ولأخي هذا التنظيم صناعة الأنظمة السلطوية العربية، صناعة الفوضى، صناعة الحالة القائمة في العالم العربي. أما في الأردن أنا أريد أن أجيب على سؤالك تحديدا، أنا لا أعتقد أن المشكلة اليوم أن هنالك مكون سيستعين بهذا التنظيم أو يكون حاضن هذا التنظيم ضد مكون آخر. التهميش والإقصاء لا يقتصر على طرف دون طرف، هنالك كما تحدثت الأخت نور الآن هنالك شعور في المحافظات في تهميش اقتصادي، هنالك شعور في المدن بتهميش سياسي، هنالك أزمة وطنية بامتياز جزء من الأزمة الوطنية العربية. المشكلة اليوم هي مشكلة العقد الاجتماعي في العالم العربي، هذا العقد الاجتماعي بحاجة إلى تجديد لأنه داعش هي ابن شرعي لأزمة الدول والمجتمعات العربية في اللحظة الراهنة. حد لديه نقطة للمشاركة؟ طيب سمع لهديل وسأعود إليك. أنا فضل. برجع في نقطة إحنا يعني ذكرت ولكن بشكل سريع بس برجع بدي أكد عليها. المعلومات الأكيد الموجودة بخصوص البيئة المنتجة خلينا نقول الراديكالية بالأردن واللي تصدر فعلا للخارج هي معلومات عن المشاركين بال كمحاربين في سوريا، وهي أرقام أكيد أكثر من مجموعة من المراكز جمعوا معلومات وأكدوها مع بعض. فوق 2000 مقاتل أردني في سوريا. الأرقام الدقيقة بخصوص جيش داعش تحديدا سواء بسوريا أو بالعراق مش مؤكدة، إنما يعني هذا الرقم السابق بحد ذاته هو جدا مهم لأنه فعليا هو رقم واحد من حيث نسبة المقاتلين المشاركين خارج الأردن لعدد سكان الأردن. صحيح. وهم رقم صحيح. واحد. لا هو رقم كبير تقصدين. هو رقم كبير وهو رقم واحد لأنه على سبيل المثال تونس هم 3000 أكثر من الأردنيين، ولكن مقارنة بعدد السكان بصفوا أقل. النقطة إنه إحنا هذا بحد ذاته يعني لما نطلع عليه ونتذكر إنه كان في لحد ما تشجيع لخروج هدول المقاتلين على أمل التخلص منهم من الأردن، ما حدا فكر إنه هدول رح يرجعوا فعلا أوريدي بلشوا يرجعوا. والفكرة إنه إحنا يعني أوريدي اليوم كان في خبر ما بعرف إذا يعني أنا سمعته قبل ما أجي في 4 من السلفيين الجهاديين رفعوا دعوة على أبو محمد المقدسي في محكمة الجهادية السلفية على أساس إنه هو قال إنهم هم مش داعش وهم مصرين إنهم داعش. فالمفتي مفتي الجهادية السلفية يعني حكم خلينا نقول القاضي لا صالح أبو بكر أبو محمد المقدسي وقال هم مش داعشين. فالفكرة إنه هذا يحدث على أرض الأردن بحد ذاته. هذول الأربعة هم اللي رفعوا قضية على أبو محمد المقدسي في أروقة التيار السلفي الجهادي، هناك شيء اسمه محكمة ما بيعترفوش في المحاكم النظامية. صحيح. فبالتالي القاضي المعين من قبل هذا التيار بس للتوضيح المعلومات حكم بأن هذول الأربعة لا يمثلوا داعش، وداعش ليس لها وجود في الأردن، وبالتالي لا يحق لهم مخاصمة المقدسي عند هذا الشخص اللي هو ينتمي للتيار السلفي الجهادي. أنا بس حابب أخذ تعقيب لأن نقطة هذه النقطة مهمة وليس الأردن فقط هو الذي يعاني منها. أعتقد أخذ بس رد من الدكتور حازم لأن مشكلة العائدين من الخارج من المقاتلين سواء في سوريا أو في العراق مشكلة كبيرة. في نقاط سريعة جدا وفي وقت قليل، هل استعدت الأردن لهذه النقطة وكيف؟ اولا انا بكل وضوح ان الاردن لم تشجع اطلاقا اي اردني ان يغادر. لا نتكلم بعد العوده مش هل استعدت انا بس برد سيدي على اللي حكيت. اتفضل.
أول شيء الأردن لم تشجع إطلاقا أي مواطن أردني للذهاب لا سمح الله لسوريا أو العراق للمشاركة في هذا، لأنه نحن ندرك أهوال هذه ولا نريد لمواطننا أن يتعرض لهول. لكن عملية العودة وكيفية استعدادنا لهذا الجانب، نعم المشكلة عندنا أنه بروح ابننا شو ما كان هو ابننا، بروح ابننا على سوريا والعراق بعدين بصيروا أهله مثل أنا بلجنة شؤون خارجية مجلس النواب وأنا رئيسها، بصيروا أهله يجوا عندنا، بروح رئيس وزرائنا على العراق بنتوسط عند العراقيين يطلعوا أولاده مرة ثانية، وبالتالي نحن نتحدث عن لغة. يعني ما فيش استراتيجية يا دكتور يا سيدي. لا أنا بتحدث مش لأنه إحنا لم نشجع إطلاقا، يعني بمعنى إحنا فلان طلع من عندنا رأى. نحن نتكلم عن تشجيع، نحن نتكلم على العودة إجراءات ما بعد. عندما نتحدث عن العودة نتحدث عن ثلاث عوامل رئيسية بنتحدث عنها. أولا نتحدث عن تأهيل، أي بمعنى لما بيعود عندنا هذا المواطن بده ينحدث عن تأهيل نفسه لهذا الجانب استراتيجيته. رقم اثنين بدنا نتحدث عن تأهيل ليكون جزء لا يتجزأ من المجتمع. ورقم ثلاثة نتحدث عن دوره اللي لابد أن يكون طيب. في دور أنا السياسي. أنا فضلي 30 ثانية فقط للدكتور محمد سريعا. سفيان أولا النقاط المهمة جدا أن ننظر إلى أصل المشكلة وليس إلى ظواهرها. الخلافات بين أي تنظيم، أليس لديكم في بريطانيا مثلا خلافات بين المحافظين حزب المحافظين وحزب العمال؟ طيب. هذا ظاهرة طبيعية. طيب. أنا النقطة الأخيرة فقط. ما فيش وقت. ما فيش وقت للأسف. أنا للأسف خلاص للأسف الوقت انتهى. أتمنى أن أعطيكم كل الوقت. بس للأسف ما فيش وقت. دكتور حازم شكرا جزيلا. حتى لو اتهمني لكن أنا بس. دكتور حازم شكرا جزيلا. دكتور سفيان شكرا جزيلا. دكتور محمد شكرا جزيلا. مع الحفاظ طبعا على التعريف والأسماء كاملة. شكرا جزيلا للحضور الكرام اليوم في نقطة حوار. كانت حلقة خاصة من العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وحديثنا كان عن خطر قدوم تنظيم الدولة الإسلامية إلى هنا إلى الأردن. كل التحية مني أنا محمد عبد الحميد. إلى اللقاء.